السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. جايب لكم النهارده 3 طرق مدبوره لو عايز تضيع ثواب اي حاجه انت عملتها في حياتك تعملهم. لو عايز تروح لربنا تقابله ما عندكش ولا حسنه، هي دي الطريقه يا حبيبي. اول حاجه فيهم حقوق الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع اصحابه يقول لهم: اتدرون من المفلس؟ سهل يا رسول الله، مفلس لا درهم له ولا دينار. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهمه ان الموضوع مش كده، وان المفلس ده واحد هيجي يوم القيامه معاه حسنات كتير، معاه صدقات وصلاه وزكاه وصيام واللي يعجبك، لكنه كل حقوق الناس وقد ضرب هذا وشتم هذا واكل مال هذا. هيجوا يوم القيامه ياخدوا حقوقهم. ياخدوها ازاي؟ ياخدوا من حسناته لغايه ما تخلص، يدوله من سيئاتهم لغايه ما يطرح قدامهم يشوفوه كده بيقع في النار. فلو تعرف حد عليه حقوق لناس قول له: خد بالك انت بتضيع كل الثواب اللي هتعمله في حياتك. روح واسترضيهم وقول لهم: انا اسف وسامحوني ورجع حقوقهم. ما تعرفش تكثر من الدعاء والاستغفار ليهم، ودعاء ان ربنا يجعلهم يسامحوك يوم القيامه. تاني حاجه لو حبيت تضيع كل الثواب اللي انت عملته في حياتك: المجاهره بالذنب. المجاهر بالذنب ده اللي هو بيعمل الذنب في وسط الناس ولا يهموش انهم شايفين، او يعمله وهو مستتر محدش شايفه، لكن ينزل يتباهى بيه في وسط الناس يقول لهم: شفتوا انا عملت ده، انا عشت ليله امبارح. يبات ربنا يستره ويفضح نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل امتي معافى الا المجاهرين. ربنا بيغفر لهم الا المجاهرين. طب لو انا واحد عندي ذنب اعمل ايه؟ طيب يا امير، تجتهد انك تتوب منه، مش تعيش عليه ولا يهمكش وتقعد تخطط له وتعيش بيه. وتاني حاجه ان لو نفسك غلبتك بذنبك تستتر وما تحكيش لحد وما تقولش لحد. تالت حاجه لو انت حبيت تضيع كل الثواب اللي انت عملته في حياتك هو ايه بقى؟ انك لما يبقى ما حدش شايفك تعمل الذنب. يعني اول ما تقفل على نفسك الاوضه كده وتعرف ان خلاص ما حدش شايفك ولا حد يعرف انت بتعمل ايه، تعمل الذنب اللي انت مخطط له من زمان ومخبيه على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان في ناس هتيجي يوم القيامه يلاقوا حسنات كامثال جبال تهامه، جبال كبيره جدا، يخشوا كده على حسناتهم فيجعلها ربي هباء منثورا، ما يلاقوش ولا حسنه فضلا. ايه ده يا رسول الله؟ الصحابه سالوه: يا رسول الله مين دول؟ قال ان دول ناس اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. اول ما عارف ان هو لوحده ومحدش شايفه يعمل الذنب ولا يهموش. هتقول: يا امير انت لخبطتني، هو انا لو عندي ذنب استخبى واعمله لوحدي ولا اظهره للناس بقى عشان ما بقاش اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟ هقول لك حبيبي، لو عندك ذنب تعمل زي ما انا قلت لك من شويه. هو انا قلت لك اعمله براحتك في الخفة ولا قلت لك تجتهد انك تبطله؟ ولكن اذا غلبتك نفسك ما تحكيش لحد. اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يعني هو اصلا مش مستحرم الذنب ده، بس هو مش عايز حد يشوفه، هو منافق، ما بينه وما بين ربنا مش همه، لكن ما بينه وما بين الناس همه. يا رب يكون الفرق بين. فالتلات حاجات دول عملتهم تقدر تضيع ثواب اي حاجه انت عملتها في حياتك، ودي نصيحتي ليك النهارده. انا بحبكم في الله، اشوفكم السبت ان شاء الله، تابعوا اشتاق الساعه 7 تلاقي كل الفيديوهات. سلام عليكم.